جينا محل الود الجميل يا جماعة، عايزين نشرب لنا حاجة كده عصير سموس، تمام؟ فخلينا يحضر لنا العصير. وولد كريم صراحة أوي جميل، زول الإنسان يعني تعامله راغي. اداني مكان قال لي اشحن بطاريتك لأن تلفوني بطاريته خلصت. واو زي ما شايفين يا جماعة ده العصير تبعنا، حاجة كده قمة الفريش، قمة الجودة يعني. خلينا نجرب. واخيرا يا جماعه وصلنا لمنطقتنا المحببه في بوكيت اول تاون، يعني دي المدينه القديمه. حاليا بتمشى ان شاء الله، بس القى لي هوتيل او هوستل حنين كده في المنطقه دي، لان منطقه واحده من الاماكن الجميله جدا انت ممكن لو جيت بوكيت تسكن فيها يا جماعه. فيلا بينا في فلوق السفره اليوم. صراحه السفره كانت طويله. هنا ده الجاليريز. واو اي مان اتس لافلي بليس اكشلي، والله انا حبيته يا اخي، حبيت المكان. شايفين الكافيه ده؟ يا الله ده البوكيو ادفنشر ناو، ده اللي بودوك الرحل وكده. ف منطقه جميله صراحه. واو ده شارع المخنثين ال LGBT المجانين، تبا لهم ذاته. عايم بيجي بالصور هنا مرتاحين ومكيفين من الحاجة يعني، مبسوطين. لا إله إلا الله، يبدو إنه أنا في المكان الغلط يا جماعة. شايفين الحتة دي؟ كلهم الليلة محتفلين بال، أنا ممكن أمشي كده أشوف لي سكن كده برا شوية. نمشي كده نعم، فخلينا نشوف. لسه ما زلنا نفكر نشوف احسن مكان ممكن نسكن فيه. انا بقول الاتجاه ده. ده حدا سي قال لي كده غيته، ده احساسي قال لي انه الاتجاه ده ظريف يا مان. الو هاو ار يو؟ فيري جود فيري جود. سواري خاب، انا حدسي قال لي الاتجاه ده، فما عاد امشي وابقى عرفته. فيلا بينا نشوف افضل مكان للرحله دي هنا في فوكيت يا جماعه، اول مره في فوكيت. يلا بينا، اماكن جميله صراحه. أول مرة سوداني في بوكيت يا جماعة. First Sudanese person ever guys in Phuket. Let's go. Let's go and discover. It's the first day, why not? Hello. ويبدو إنه الأماكن دي يعني أغلبيتها مساجد. أوكي. أغلبيتها أماكن تجارية. ما في اماكن سكنيه لكن حنلقى
لانه يا جماعة اي مدينة انت بتجي فيها الداون تاون او السيتي سنتر، الاماكن او الهوتيلات والهوستل هي موجودة لكن بتكون غالية شوية، عرفتوا؟ فانت لازم تطلع لبرا شوية تتمشى شوية، حتى لو 10 دقائق من الداون تاون ما مشكلة، ده بيخلي الاسعار مناسبة لك انت كشخص جاي اول مرة يعني في المنطقة. بعد كده ممكن تغير يعني، ممكن انا 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 شخصيا بفضل انه احجز ليلة او ليلتين في المكان اللي انا ماشي له في الهوستل، ايا كان انا جاي له بحجز او جاي ساي كده عن طريق الصدفة، بقعد فيه ليلتين. بعد كده اذا ما نفع معي بطلع بشوف اللي بعديه. فحاليا دي الفكرة تبعي يعني، دائما بحاول اشوف المنطقة اللي انا ماشي لها، بحاول اشوف 1 2 3 بعد ذاك ممكن اغير يعني يوم يومين في المنطقة اللي قعدت فيها، بعد كده بغير. ممكن نمشي بهنا بالشارع ده كده قدام. جينا محل الود الجميل يا جماعة، عايزين نشرب لنا حاجة كده عصير سموس، تمام؟ فخلينا يحضر لنا العصير. وولد كريم صراحة أو جميل، زول الإنسان يعني تعامله راغي، اداني مكان قال لي اشحن بطاريتك لأن تلفوني بطاريته خلصت. فخلينا نشوف يعني، عندهم قهوة، عندهم الفواكه دي، عندهم المشروبات اللي هي الصناعية. ده عصيري أنا، في مانجا موز و باينابل يا جماعة، أناناس. فده مكان جميل برضه، لو جيت بوكيت يا جماعة لازم تزوره، بس شوية غالي ب 80 درهم أو ب 80 بات يعني، مش 80 درهم 80 بات، حيكبلوا أرواح تقريبا. دي الروح تبعت المانجا، دي روح الأناناس. ده مكانه الجميل، الكافيه تبعهم. واو. Now you close this one close now. What time you open? No open. Why? Any problem? Ah, okay, no problem. I understand. خلاص. Sorry, we are closed now. Okay. حاطين ال هنا. ولا حاسين احنا حاليا مقفلين. تقريبا المكان في صيانة أو حاجة، فعشان كده هم مقفلين. فلحد ما يظبط لنا العصير، خلينا بس أحكي لكم شوية عن المدينة دي. تبعد بالسيارة أو بالباص تقريبا 14 ساعة، هي هم يقولوا 12 ساعة بس مش 12 ساعة بالضبط يعني، تقريبا 14 ساعة، تمام. الرحلة حقت الباص يا جماعة بتكلفك 1000 بات، تمام. 1000 بات اللي هي ما يقارب ال 23 24 دولار في الحدود دي، تمام. يعني ال 1000 بات اذا ضربناه بالدولار. فبس يعني حناخذكم او حاخذكم حول المدينه فيما بعد، حاليا بس خلينا نمشي نستكشف الهوستل. هم بيقولوا في الاتجاه ده يعني في 7-11، اللافته اللي هناك دي هو بيغادي لها 5 دقائق من المنطقه دي، لحد ما نظبط عصيرنا، نشرب العصير عشان نكون فريش. اوكي، نكون فريش. هنا دي كوب المكونات، ده السايرو يا جماعة. اوه نايس. هنا دي شنطتنا، تليفوننا قاعدين نشحن. خلينا نفرجيكم دي برضه، اوريكم ده شكلي كومبلمنتري دي تقريبا. واو، زي ما شايفين يا جماعة ده العصير تبعنا، حاجة كده قمة الفريش، قمة الجودة يعني. خلينا نجرب. يا اخي ده ما مليان تلج وتقيل، ما بتشفط حتى، ما بتشفط بسم الله، ما بتشفط.
تستاهل ال 80 بات والله. لا يستاهلها. شفتوا الشارع ده جميل كيف يا جماعة؟ يلا بينا نقطع. نقطع ايه. فأنا كنت بحكي في عن الديجيتال نومات، بس للأسف كان الكاميرا واقفة. كنت بحكي غرابة الدقيقتين ثلاث دقايق. الفكرة تبع الديجيتال نومات يا جماعة اللي هم الفريلانسرز، الناس اللي بيشتغلوا أونلاين، تمام؟ دي اللي بيقول لهم ديجيتال نومات. دي أغلبيتهم من أوروبا أو من أمريكا مثلا أو من أستراليا. ناس بيكونوا نزلوا معاش وبيصرفوا معاش بمزاج، بيشتغلوا أونلاين، بيجوا آسيا، بيختاروا آسيا لأنها رخيصة في المعيشة، تمام؟ فبتوفر لهم جهد كثير. أنت بتكون شغال هنا وبتصرف مرتب، يعني شغل 3000 دولار 4000 2000 هنا، أنت بتكون عايش ملك. بعد ده كله ما بيسكنوا في هوتيلات يا جماعة، يعني مثلا 4 نجوم 5 نجوم، لا لا، بيسكنوا في هوستلز. شفت الناس دي يعني اقتصاديين كيف بيحبوا الاقتصاد، عرفتوا؟ فأنا حاليا ماشي، وصلت المنطقة اللي فيها اور نومات هوستل. طيب يا جماعة، بعد عملية بحث طويلة جدا وصلنا للهوستل تبعنا اللي هو في منطقة بوكيت في شارع رئيسي جدا. حنطلع بعد كده ناخد راحتنا، بس نشحن التليفون عشان نعمل لكم فلوج ظريف كده في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها. وده اسم الهوستل، اسمه لوب SBUY هوستل سوبي اي ثينك SBU هوستل. ده الجماعة اللي حجزوا لنا داخلين عليهم، اديناها الباسبورت عشان تعمل لنا كونفرميشن للمكان. شايفين ما شاء الله عندهم فاسيليتيز، حياة كده جميلة، يعني ترابيز ممكن تطلع تقعد برا، عندهم الثلاجة للدرينكس. وده جابت لنا الباسبورت. ثانك يو سو ماتش. What's your name? Huh? What's your name? You can call me Tik. Tik? Yeah. Only Tik? Yeah, my nickname. Oh, yeah, you are. Ah. Okay, جماعة. ممكن تنادوها بتيك. My name is Tik. Tik. Here is Tik officially. You can say hi. Hi. Hello, Tik. Yeah. You want me to sign? You fill the form, name and family. The name and the family name, the number. Email and signature. Okay, you can refill something. You can only my name. your mobile number, email and signature. Okay. Okay. And after that, then I can write by myself. Okay. Hello. Signature, how is she? Yeah. Telephone number. Email. Okay, it should be local number or whatever. Which one you can give? If you are Wally, you can give Thai number. Because we need if something, I mean for like some head, if you forget something, then you can send me in WhatsApp. Yes, you can. Because I use this number for WhatsApp. Okay. And here my name. Yeah, all Muslim. Country or that's it? It's right? Okay. No problem. It's okay. Thank you. Apunka. Then I can give you some. Sorry? The key? Fourth floor? First floor? Oh, no, second floor? What? I have just only on the fourth floor. Oh. Okay. Let's go. Let's go, guys. Wi-Fi will come back. يتخيل ها؟ Okay, nice. That's great. طيب أخيرا عملنا تشيك ان. بتخيلوا انه دافع كم يا جماعه؟
خلينا اوريكم البيتس. اول شيء في الطابق الرابع هنمشي كتير في الطابق الاول. يا ساتر وما عندهم اسانسير. شوف الموضوع المتعب. تخيل انه ما عندكم اسانسير وانت هتمشي 1 و 2 و 3 كلهم تمشين بكرانك مشين على الاقدام يا صديقي. يلا بينا. نحن حاليا في الثانية ذاك. يا الله كم هذا متعب. ده الهوستل يا جماعة نظيف. كم تحسبوه كده هوتيل مش هوستل. بس هم مزرفين الموضوع. ان شاء الله يكون عندهم هذا الرابع. الغرفة رقم كم؟ 402. اوه واو انا برايا معلم براي ذي اللي انا نانين اللي انا هاي. بعد ده كمان شنو تختار؟ السرير التحت يا السرير ده ما اي سرير كمان. يا الله عندك بلكونة يا معلم على الشارع الرئيسي. بلكونتك وين؟ وعندك دي شيلز ممكن تاخد فيها الشنطة تبعها. عرفتها خلي فيها شنطتي هنا. يا الله خلينا بس اطلع اوريكم البلكونة وافتحها من هنا الشريف. واخيرا وصلنا للهوستل بتاعنا يا جماعة في اعلى وفي اخر طابق الطابق الرابع. يا سلام يا اخي مكان جميل يا اخي لكن بس ودوني بعيد والله. انا ما بحب اطلع طابق رابع خامس. المهم احلى شيء انك براك يعني لبراك لوحدك يا معلم. 4 سراير انت براك. ده الشيء الجميل. فيا جماعة الهوستل ده كلفني 55 درهم في الليلتين. انا حجزت الليلة وبكرة اللي هو يوم 24 الليلة 22 ولحد يوم 24 هعمل تشيك اوت تمام. كلفني 54 درهم اللي هي بتعمل 549 بات تايلندي. نوعا ما يعني مناسب بالعددية الغرفة فيها لان انا كنت في غرفة فيها اكتر من كده. السرير كان ب 150 بات بس هنا احسن بتكون مرتاح. ده سريرنا يا جماعة حيكون معانا باقي الليلة دي. الله والله مريح يا اخي. اشغل المكيف اهم شيء جو الحر ده. اشغل المكيف يا معلم. وين المكيف؟ طيب يا جماعة خلينا اوريكم برضو الحمامات. الله يكرمكم يعني حاجة كده ما شاء الله قمة الرقي. تحس كده البيت ده مهجور انه ما في اي زول. شايفين دي الحمامات ما شاء الله نظيفة يا معلم كأنه ما في زول معاك. شايفين ده الدش منفصل لحاله. تعلق هنا الأشياء حقتك ملابس صابون ايه صابونه كمان. مقعد شايفين ايه مقعده نشغله. دي الوضايات حاجة كده مرايات نظيفة يا معلم. انا هسه بمشي باجي بديها حمام. يا ساتر يا شنو باجي بديها حمام. هسه هنا برضه في بلكونة على خفيف كده
تجاه الجيران بورقة جاي. ده المدخل، لوحة جميلة دي، أول ما تجي طالع الطابق الرابع بتقابلك دي. فيا جماعة مقارنة ببقية الهوستلات اللي هنا أنا شيكتها في أوغودا، المكان ده رخيص جدا والله، رخيص جدا يعني 549 بات، يعني بتتحسب لك اليوم ب 250 أو شيء. هي في البداية قالت لي ب 300 اليوم في السرير ده ب 300، بس طلع بأقل من كده.